فضيلتكم شيخ صالح تقول: هل هناك من أدعية أو أعمال صالحة تساعد على تطهير قلبي ولساني؟ نعم، لا شك أن هناك أعمال صالحة تساعد على تزكية القلب وتزكية النفس، وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات والإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من تلاوة القرآن وتدبر معانيه. كل هذه مما يطهر القلب ويزكي النفس. الطاعات كلها سواء كانت قولية أو عملية، سواء كانت ظاهرة أو قلبية، كل الطاعات تزكي النفوس. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، يعني زكى نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى وكفها عما حرم الله، فهذا يحصل على الفلاح من الله سبحانه وتعالى. كما أن المعاصي والسيئات والأقوال السيئة والأفعال السيئة وسائر المعاصي تدمر النفس وتؤثر على القلب. قال تعالى: وقد خاب من دساها، أي دلس نفسه ودسها في التراب وأنزلها من منزلتها اللائقة بها. فعلى كل حال الطاعات تزكي النفوس والمعاصي تدمر النفوس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.